طبعا نبدو في classification of boilers، تصنيف الغليات. طبعا عندنا نوعين من الغليات، عندنا النوع الاول اللي هو fire tube boiler، والنوع الثاني water tube boiler. طبعا الفاير تيوب بويلر هوت غاز باس ثرو ذا تيوب، من اسمه فاير تيوب بويلر، يعني الغازات العادمه هي التي في الانابيب، والمياه تكون محيطه بهذه الانابيب. النوع الثاني اللي هو الووتر تيوب، اسمه فيه ووتر تيوب، يعني المياه داخل الانابيب. الووتر ذا تيوبس كونتين ووتر اند هوت غاز produced by the combustion of the fuel flow outside، يعني الووتر تيوب المياه داخل الانابيب والغازات العادمه هي اللي خارج. وطبعا النوعين هذين النوعين الاساسيات، كل نوع عنده مزايا، كل نوع عنده عيوب، وكل نوع عنده مواصفات. يعني مش تقول انا بنختار هذه والله هذه، كل واحد عنده مواصفات. واحد اعلى الفاير تيوب اقل الكفاءه، الووتر تيوب اعلى كفاءه، هذا عنده معدل انتاج اكثر من هذا، هذا عنده معدل انتاج اقل، هذا هي التكلفه نتاعه، تكلفه الصيانه سهله، لكن هذا تكلفه الصيانه صعبه، هذا الناحيه الاقتصاديه اعلى شويه، هذا الناحيه الاقتصاديه اقل شويه. فمطلوب منكم كل واحد يجيب لي فرقين عن في النوع في الغليات الفاير تيوب عن الووتر تيوب، يعني كل واحد يجيب لي ميزه وعيب، مش ميزه وعيب، لكن فروقات كل وحده عندها ميزة خاصة بها على الآخر. فمطلوب منكم كل واحد، كل طالب يجيب لي فرقين في الفاير تيوب عن الووتر تيوب. طبعا هذا شكل مبسط للووتر تيوب والفاير تيوب. قلنا احنا هنا الووتر تيوب بويلر، المياه داخل الأنابيب والغازات العادمة هي اللي في الخارج. الفاير تيوب الغازات العادمة هي اللي في الأنابيب، والمياه تكون مغمورة حول هذه الأنابيب. هذا شكل مبسط واضح ان شاء الله. effect of fuels in the steam boiler، طبعا هنا قال لك تاثير الوقود على الغليات. اكيد طبعا انواع الوقود يختلف، وكل وقود عنده ميزه خاصه به، فالاغلب بيختلف معاك في الكفاءه، يعني تو نشوفها في المخطط اللي بعده. لكن اللي يحدد لك اي نوع تختار الوقود اللي التكلفه. The selection of the fuel depends principally on its availability و cost، يعني انت بتخدم اكيد على الوقود المتاح اللي عندك والتكلفة متاعها، لكن تكلفة الوقود لازم تحطها في الاحتبار. طبعا هنا تلاحظوا ثلاث انواع الوقود، النوع الاول هو الفحم، النوع الثاني الوقود الزيتي، النوع الثالث natural gas اللي هو الغاز الطبيعي. الافضل الغليات اللي هو يستخدموا فيه الفحم، لأنه يحتوي على محتوى حراري عالي ويقوم بإنتاج كميات كبيرة من البخار عند نفس وزن الوقود مقارنة بالوقود الزيتي وقد يكون الوقود الخام والله الغاز الطبيعي. فالأغلب نحن الغليات كانت تلاحظوا حتى القطارات البخارية وكل المحطات البخارية زمان كلها كانت تشتغل بالوقود الفحم الحجري.